السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتيرة بتاخد فيتامين ب 12 بطريقة غلط عشان كده ما بتستفادش بيه. هقول لك على أهم الطرق والأوقات اللي لازم تاخد فيها فيتامين ب 12 بطريقة صحيحة علشان تستفاد بيه أقصى استفادة. بالنسبة للأقراص، يفضل إنك تاخد أقراص فيتامين ب 12 في الصباح أو وقت الظهر وما تاخدهاش عند النوم علشان ممكن تسبب لك أرق وصعوبة في النوم. فيتامين ب 12 معروف إنه من الفيتامينات اللي بتدوب في المية علشان كده بيمتص أفضل لما بيتاخد على معدة فاضية، علشان كده يفضل إنك تاخده قبل الفطار بنص ساعة او بعد الاكل بساعتين. في بعض الحالات ممكن اقراص فيتامين ب 12 تسبب اضطرابات هضميه زي الغثيان والقيء، عشان كده بنقول للمريض في الحالات اللي زي دي خده مع الاكل او خده في صوره حائط. بالنسبه للحوامل بيفضل انها تاخد اقراص فيتامين ب 12 قبل النوم بساعات مع وجبه صغيره، علشان معظم الحوامل بيكون عندهم غثيان وقيء في فتره الصباح. اقراص فيتامين ب 12 بتتاخد قرص لثلاث اقراص يوميا على حسب الحاله وعلى حسب نوع الدواء. بالنسبة لحقن فيتامين ب 12 تتاخد في العضل، ما تتاخدش في الوريد، وتتاخد جوه العضل بعمق علشان ما تسببش خراج او نزيف تحت الجلد. يفضل قبل ما تاخد حقن فيتامين ب 12 انك تعمل اختبار حساسية تحت الجلد علشان الناس اللي عندهم حساسية. حقن فيتامين ب 12 اما تتاخد يوميا او يوم بعد يوم او مرتين في الاسبوع او كل اسبوع على حسب الحالة وعلى حسب نوع الدواء. بعد ما تحقن فيتامين ب 12 في العضل اضغط على مكان الحقن واعمل تدليك خفيف. لو اخدت حقن فيتامين ب 12 عضل وظهر بعديها تورم في الجلد او تغير في لون الجلد، بقى ازرق بقى احمر بقى فيه نزيف تحت الجلد، اعمل كمادات ميه دافيه الاول حوالي ربع ساعه مرتين لثلاث مرات في اليوم، وخد اقراص ريباريل ثلاث مرات في اليوم لمده اسبوع، واستخدم مرهم ريباريل برضو مرتين يوميا لمده اسبوع. كده يبقى احنا اتكلمنا عن اهم الطرق والاوقات اللي بيتاخد فيها فيتامين ب 12 سواء حقن او حبوب بالطريقه الصحيحه. لو عندك اي سؤال او استفسار بخصوص الموضوع او بخصوص اي موضوع متعلق بفيتامين ب 12 اكتب لنا تحت الفيديو السؤال بتاعك واحنا ان شاء الله هنرد عليك. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ياريت تشيره وتشاركه مع اصدقائك عشان ناس تانية تستفاد من المعلومة اللي فيه. بتمنى لكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.